ده دوري في المسلسل، دور نقيب سعيد. بس انا لما قريت سعيد مكنتش عايز اعمل دور ضابط تاني. استاذ كريم، انا بقول لك الف مبروك على مسلسل جريمه منتصف الليل. كلمني اكتر عن تفاصيل الشخصيه او مين رشحك للدور. طيب، اولا انا بشكرك جدا. ثانيا، انا دوري في المسلسل دور نقيب سعيد، معاون مباحث بنحقق في جريمه قتل. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. شفت ازاي فكره اجبار الرقابه على صناع العمل لتغيير اسمهم، اسم المسلسل، من دماء العذارى لجريمه منتصف الليل؟ بصي، هو مش اجبار، هو اتفاق بشياكة انه خلينا في اسم تاني متقبل مجتمعيا اكتر، مش هيخل باحداث الدراما يعني. بس هو برضو فكرة انه من دماء العذارى لدماء منتصف اي اسم، والمهم انه الناس يعجبها المسلسل مش اكتر. توليفة كبيرة وانت موجود فيها، كلمني اكتر عن الكواليس. والله هو بالنسبة لي طبعا كل الزملاء أساتذتي، يعني أستاذ أحمد عبد العزيز ده كان شرف إن واحد يشتغل معي، أستاذ رانيا يوسف، أخويا الكبير محمد عز، لطيفة جدا يعني، أحداث لطيفة جدا، وشغلي أغلبه مع محمد عز، فكان لازم يبقى نبريك دايز زي ما الناس بتقول، إن هو تبقى الحياة ما بيننا لطيفة يعني، وده حصل الحمد لله، وفي كيمياء في الشغل. إيه اللي بتحضر له جديد بعد جريمة منتصف الليل؟ انا مركز في جريمه منتصف الليل لانه الدور بالنسبه لي نقله، دور كبير مهم، شكل حتى طريقتي في التمثيل مختلفه فيه عن الاختيار، فمركز فيه جدا عشان ربنا يكرم. عارف ان انت متحاصر في فكره دور الضابط يعني في الاختيار، وهنا برضو بصي، هو بالنسبه لي هو سلاح ذو حدين يعني، انا ما كنتش عايز اعمل دور ضابط تاني، بس انا لما قريت سعيد، لا سعيد مختلف كليا عن رامز، فبرضه لما قعدت افكر مع نفسي، طب ما يا كريم ده دي قماشه ودي قماشه تانية خالص، مش معنى انك ظابط ان هو نفس ال، بس كمان الناس لما تشوف هتحس انه قماشه كريم عبد الغني واسعه، يقدر يعمل ده ويقدر يعمل ده، ويا رب يعجبكم.